طيب انا عايزه اروح مع حضرتك برضو لتفصيله تانية، وهي فكره هنا يعني اصل انا ممكن اعلم مش بس ادي ورشه، انا ممكن ان انا اعلم سيده ده ممكن يطلع منها صنعه او ممكن ان هي تغير حياتها. يعني في سيدات كتير جدا ربات منزل هم ما عندهمش القدره ان هم يشتغلوا دلوقتي لاي سبب إن كان، ففكره صنعه جديده بتفرق. فهل ده الدمج اللي حصل ما بين حضرتك مثلا كورشه عمل تديها للجنه المراه والعضوات في النادي، هو ده الربط اللي كان موجود حقيقي؟ هو ده كان الهدف الاول بالنسبه لنا، ان احنا انا بدات كده، انا كان الاول بتعلم وبعد كده دلوقتي انا عايزه اعلم كل سيدات اللي عايزه تبتدي بزنس صغير خاص بيها بس من خلال العيله بتاعتنا. فعشان كده بدانا بورشه العمل اللي كانت في النادي الاهلي دي. وشايفه ان الستات كتير قوي استفادوا من ان هم يتعلموا وان هم يبداوا البيزنس الصغير بتاعهم من خلال فكره الديكوباج دي. فكان بصراحه في تشجيع يعني كويس جدا جدا من لجنه المراه ومن ناس كتير قوي في النادي الاهلي، وكانوا معجبين جدا جدا بمعظم الشغل وحابين ان هم يعملوا الكلام ده بايدهم. هو حلو فعلا والوانه جميله يعني. اشرح لنا الحاجات دي مثلا، هو ده بيبقى مثلا خشب ساده خالص؟ خشب ساده انا كل ده خشب اصلا؟ النجار بيطلب منه ديزاين معين بينفذه لي وبعد كده انا بشتغل عليه بقى كل الشغل. خليني اشوف دي بعد اذنك. دي حلوه قوي برضو. كابتن بيبو ده انت عاملاها ايه بقى؟ دي صوره محطوطه ولا دي هي الصوره وانا عامله الشغل اللي حواليها بفن الديكوباج بتكنيك معين؟ معلش، هو الديكوباج يعني اللي هو الرسم يعني على كلمه ديكوباج اساسا معناها فن التزيين. فن التزيين بتستخدمي بقى اكتر من خامه واكتر من ماتيريال مختلفه تخشي بيها على الخشبيات دي تغيري من شكلها خالص. طبعا بيبو حبيب الملايين. اكيد دي ممكن تبقى هدايا كمان حلوه، يعني ممكن حد يجيب هدايا. ما هو فعلا حقيقي، هي كادو مني البيبو ان شاء الله باذن الله. حاجه بسيطه طبعا، ويا رب تعجبه وتعجب كل الاهلاويه ان شاء الله. اكيد اكيد هي جميله فعلا. وعلى فكره تفصيله الالوان كمان اللي انت بتستخدميها في الشغل اللي انت جايباه معاكي بجد حلوه جدا، هو مبهجه كده وفيها يعني الالوان حلوه، حتى درجات البيج والتعشيق البيج مع الذهبي يعني عامله شغل حلو على صعيد الالوان. هو الديكوباج عامه يعني في ناس كتيره بتشتغل فيه دلوقتي، بس ايه اللي بيفرق حد عن تاني؟ نقطتين. اول نقطه الذوق العام للشخص اللي بيشتغل، بتحط ذوقك في الشغل اللي قدامك بلس الفينش بقى، يعني بنهتم بالفينش انه يطلع كويس ويطلع بالطريقه دي.